جايز شلونكم؟ مرحبا بكم بقناتي مرة ثانية. طبعا اليوم اني مو هسه لا تركزين من هسه، هاي الانترودكشن لازم اقولها اوكي لانه هي وقفت لي على الكلمة. مثل تشوفون من عنوان هذا الفيديو، انا اليوم راح اتكلم باللهجة السعودية، فكل كلامي لازم يكون باللهجة السعودية. راح احاول قدر الامكان ما اتكلم عراقي اوكي. قبل ما بلش بهذا الفيديو، حابة أقول إذا هاي أول مرة تشوفون قناتي، بليز لا تنسون تحطون لايك على هذا الفيديو وتسوون سبسكرايب على ماي شانل وتفعلون الجرس. دائما هاي أنصح تفعلون الجرس. اليوم إحنا راح نروح تطعيس وإيش هايك. راح نروح هايك مكان بالبر، صراحة جدا متحمسة، ودي أشوف البر من زمان، وأنا أقولها حابة أشوف إيش الرمال الصفراء. أيوة بس أعتقد أنتوا عندكم رمال برتقالية ولا صفراء؟ نفس الشيء. بس صراحة جدا متحمسة، وأخيرا راح أشوفها. أنا طبعا اليوم وآخر يوم إلي بالسعودية، بكرة بالليل حتكون طيارتي، يعني خلاص مسافرة. من جد راح أشتاق لك، مرة أشتاق لك يا حبيبة قلبي تهدوه. حتى أنا والله بشتاق، والله راح أشتاق للسعودية وأهل السعودية، أهل الكرم، والله أبدا ما قصروا، يعني من أحلى شعب إذا مو أحلى شعب والله شفته بحياتي. أحبكم جدا. الحين وصلنا مكان الميتينج بوينت، وراح ننطلق من هنا للبر، فخليكم وياي. جايز تخيلوا انت صاحب الباص، مو صاحب الباص، معنا بالهايك صح؟ سوري انا ما قاعده اطلعك في الفيديو ترى، لا والله يو دونت مايند. هاي انا قاعده اصور فلوج لماي يوتيوب شانل باي ذا واي، عادي. فشوفوا ايش قد حلو جاب لنا مبخره بخور، حتى مبخر نفسنا. شكرا، تسلم، عاشت ايدك. يلا ثانك يو، تسلم، عاشت ايدك. هذه عراقيه. ايش اقول؟ يعطيك العافية. يسلم، كثر الله خيرك. تعلم. دابل انسى. راح الولد، راح كثر. المكان كلش حلو، بس ايش راح يصير برجلي؟ كلها رمل. اوه ماي جاد، المكان خيال، حبيت. واخيرا شفت الرمال الصفراء البرتقالية. والسيارة بلشت يعني تهتز، فخفت شوي. هسه كلش عاجبني اركبها.
صح هسه كلش عاجبني اركب هذول هسه غلط بعد ايش الحين الحين صح صح الحين حاب اركب هذول ايش اسمهم دباب دباب هذا انا صراحه مستقتل واركب فيه بس انا خايفه انه الظلم قبل ما نلحق لانه وجبه ثانيه طلعت للتطعيس فمستنيين هم يخلصوا حتى اقدر اركب هذول فيا كيفني وانا اتكلم سعودي يجي يجي لا والله كويس مره كويس يجي ما قاعد تشجع هذه نهائيا كثير حلو واو صوت الدباب مره عالي حبيت اصور لكم لما يفتحوه كان صوته مره عالي ما اعرف اذا قلتها صح ولا لا وهذا بعيد شوف اوه قاعد يسوي حركات هلا يعني كيفني لين الحين وانا اتكلم باللهجه السعوديه انا اليوم طبعا كله قضيت باللهجه السعوديه فاشله يا نصابه خسرانه ابو التحدي انت ليش ليش نصابه قال ايش اللهجه السعوديه كلهم يوم كامل باللهجه السعوديه يعني ايش يعني ما عجبك كلامي طب والله قاعده اسوي اللي اقدر عليه يا تهتو قاعده يعني ايش اسوي ايش اسوي ايش فيني اسوي لا ايش اسوي صح ايش اسوي ايش اسوي يا تهاني ايش اسوي يا ربي شوفوا الخيمه اللي ورانا هيمه اطيب عصير بالعالم هذا اكثر شيء حاشتاق له بعدك هلا جايز اول مره اشوف الصحراء كلش حبيتها اول مره اشوف الصحراء كثير مره حبيت الصحراء جوي والله جوي الصحراء مره جوي رجعتها على اخر لحظه يلا احنا راح نمشي شوي حابين نتمشى بس لازم نلحق قبل ما الظلم لان اوريدي ظلمت واو المنظر جميل والجو بديع ها
خلاص ثلاثة يكملون اللعبة، يكملون اللعبة. لا إذا الموضوع بيوصل زعل خلاص. هاي جايز، والحين خلصنا وطبعا جينا للبيت مره سريع، والحين متجهين اسوي انا البي سي ار، اسوي انا البي سي ار تيست مال السفر اي تهاني، وبعد ما اخلص رايحين لمطعم اسمه مراكي ميراكي ميراكي يس. طبعا ما ما تعرفين ما تعرفين ايش الكوزين؟ جريك. او جريك يوناني. يس يامي، مره مره متحمسه ومره جوعانه، اروح اكل اكل هناك. ما ادري ليش بدي اعرف احكي. وين التحدي؟ This is a break. هذا بريك بس. وين التحدي؟ دا فضفض دا فضفض فضفضين ها. هذا التحدي، هو ذا التحدي. طول اليوم وانا اتكلم سعودي. guys والحين وصلنا مطعم ميراكي. How are you? Hi. I'm Miraki. My name is Dil. I will be your waiter for tonight. If you have any question according to the menu, I will be glad to help you. Would you like to get some still sparkly water for now? Just water. It's regular. Yes? Yeah. Okay. Thank you. Hi guys. والحين وصلنا للمطعم ميراكي. بس ده نستنى صحباتي مي وخواتها. تهاني مشغولة عني. جايز والحين صحباتي وصلوا، واخيرا بعد ما انتظرناهم 45 دقيقه متاخرين. او ويت، ام سبوست تو توك بالعراقي اليوم، انا مسوي سعودي عراقي. استنينا صحباتي 45 دقيقه واخيرا وصلوا، والحين بدنا نطلب الاكل. هسه راح اصور لكم ايش طلبنا. ثانك يو. واتس ذا نيم اوف ذا سالاد؟ It's called Mykonian Greek salad. Oh, okay. It's two types of tomatoes, mozzarella, feta cheese, green tomatoes, and cucumber. Okay, thank you. What's the little egg here? Yummy, kir shakleisha here. جايز والحين خلصنا العشاء. الاكل كان مره لذيذ صراحه، كثير حبيت الاكل. انا طبعا اليوم مسويه تحدي. لا لان ده شفت تعاين علي، هسه انا غيرت عراقي. اليوم انا المفروض هذا الفيديو كله احكي باللهجه السعوديه. That's why. Yeah, she was looking at me like you. وتصحح لي طول اليوم، تصحح لي. بس خلص خلص الفيديو صح؟ ايش تقولوا؟ مع السلامة. طب ايش قد تعطيني من 100؟ شلون نجحت بالاختبار؟ لا والله. ليش اف؟ يعني انا جايتك وحدة عراقية، جايتك وحدة عراقية ما تتكلم سعودي، اوكي؟ وانا الحين كلها لهجتي سعودية. لا؟ انت اصلا منو انطاك الريبورت؟ منو؟ انت سألتني. خلاص روحي انت. انا نجحت نفسي بنفسي يا جماعة، انا انطي نفسي امتياز 100%. والله راح اشتاق للرياض جدا. حشتاق للزحمة. حشتاق للزحمة وحشتاق لكل شيء بالرياض.
لا 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 والله لسواكتك انا مو مشتاقه لها نهائيا. لا لا ما لا لا تعرفني لا تخوفيني. اوكي جايز ان شاء الله انبسطتوا بهذا الفيديو. انا صراحه كثير انبسطت اليوم بشوفة صحباتي وبالتطعيز لما رحنا للبر. احبكم كلش. اذا انتوا اول مره تشوفوا قناتي بليز لا تنسون تحطوا لي لايك وتسووا لي سبسكرايب على ماي شانل. احبكم كلش. لا تنسون تفعلون الجرس. يس وفعلوا الجرس بليز. لازم اذكرك انا بكل شيء. اي صحيح والله والله على راسي تهتوه on my head. I love you guys. أشوفكم عن قريب إن شاء الله. باي باي. وباي باي سعودية. We love you.